مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحياكم الله لهذه الحلقه الجديده وطبعا هنا من قصر الثقافه حيث ننقل لحضراتكم فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الشارقه المسرح الخليجي في دورته الثالثه والذي انطلق بالامس وسوف يستمر باذن الله تعالى لغايه التاسع عشر من الشهر الجاري وذلك بمشاركه مشاركه مسرحيه لخمس عروض مسرحيه جاءت من دول مجلس التعاون الخليجي حتى تتحفنا باهم ما لديهم من ابداعات. طبعا اريد ان اذكر حضراتكم قبل ان انتقل الى زميلتي انه بالاضافه الى العروض هناك ندوات فنية وثقافية مصاحبة للمهرجان وهناك أيضا ندوات فكرية والكثير من الفعاليات التي جاء جاءوا من كل حدب وصوب الفنانين والمخرجين والمنتجين والمسرحيين حتى يعرضونها ويتلاقحون ثقافيا هنا تحت أرض هذا قصر, قصر الثقافة. إجمالا الكثير في جعبتي خلال هذه الحلقة سوف وفيكم به قبل أو بعد حقيقة أن أنتقل إلى زميلتي شهد مهند والتي سوف تكون مرافقتنا في الحلقة بإذن الله وتنقل لنا من أروقة فعاليات المسرح ما لديها إليك شهد مساء الله بالنور والسرور زميلتي منيه من تغطيتنا الخاصة واستوديو مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في دورته الثالثة في إمارة الشارقة إمارة الثقافة والعلم والنور في ظل سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة راعي الحركة الثقافية في الإمارة هذا المهرجان والتظاهرة المسرحية الكبيرة التي تعنى بالمسرح الخليجي على وجه الخصوص حضور كبير من الفنانون والمؤلفون والمخرجون هنا في قصر الثقافه في اماره الشارقه ساكون معكم في تغطياتنا وعمل اللقاءات الحصريه عبر تلفزيوننا واكيد لكم مشاهدينا الكرام من خلال لقاءاتنا وتغطياتنا الخارجيه في قلب الحدث لمهرجان الشارقه للمسرح الخليجي في دورته الثالثه عوده الى الاستوديو مع زميله مونيا. شكرا جزيلا شاهد وان شاء الله بنتواصل معك في سياق هذه الحلقه لكي تزوديننا بالمزيد من الاحداث والفعاليات التي تدور وتحوم حولك هناك اذا مشاهدينا الكرام كما اشرت ان مهرجان الشرق المسرح الخليجي هو منصه حقيقيه لابراز اهم ابداعات الفنانين واهم ابداعات المخرجين النقاد ايضا الذين كما اشرت في مقدمه الحلقه جاءوا من المنطقه من منطقه الخليج العربي طبعا لكي يتحفوننا بابداعاتهم اليوم يسعدني في الاستديو مشاهدينا الكرام ان استضيف ضيف من الضيوف المهمين الذين زاروا مهرجان الشارقه للمسرح الخليجي في دورته الثالثه وهو الفنان احمد السلمان من دوله الكويت طبعا فنان معروف ممثل ومخرج ايضا ورئيس المسرح الكويتي اهلا وسهلا فيك فنانه اهلا وسهلا فيكم يعطيكم العافيه وعساكم على القوه الله يعافيك الله يحفظك مهرجان الشارقه للمسرح الخليجي حقيقه هو مظله وليدة وفي آن واحد يبدو بأنها فيها تحمل تحت رايتها الكثير من الإبداعات الفنية الهامة أو الثقافية الهامة حقيقة تعقيبك إلى أي مدى هكذا مهرجان يضيف حقيقة إلى مسيرة الفن الخليجي المسرحي تحديدا؟ آه هذا مو شيء غريب على على الشارجة لأن يعني الشارجة هي تعتبر يعني عاصمة الثقافة العربية بوجود حاكم مثل الشيخ سلطان عسى الله يطول عمره الدكتور آمين. حاكم الشارجه نعم. هذا الداعم يعني الفنان كان اول بالبدايه يدعم الفنان من الشارجه، بعدين صار الفنان الاماراتي، بعدين صار الفنان الخليجي، والحين الفنان العربي يعني انتشر الفن الخليجي الى العربي يعني صحيح. وهذا مو شيء قليل احنا تونا جايين من مهرجان الهيئة العربية المسرح في القاهرة صحيح. يعني صحيح فكل الفنانين العرب كانوا موجودين في 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 القاهرة الحين المهرجان هذا المهرجان الثالث يعني م. وكل الفنانين خليجيين ومصاحبة بالدول العربية يعني في في فنانين يعني رئيس لجنة التحكيم من مصر وفي من الجزائر وفي من المغرب وان كان المهرجان خليجي خليجي اي لكن م. يعني يعني هذول طبعا هم سابقيننا في 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 الفن فيون وبعدين ما لهم علاقات مع احد محايدين يعني لجنه التحكيم محايده تقيم الحركه المسرحيه الخليجيه يعني احنا شفنا عرضين حلوين عرفنا مستوى مثلا عمان وين وصل الحين يعني اليوم السعوديه ما شاء الله وان شاء الله باكر حبوس باكر ان شاء الله البحرين واللي الامارات و والختام ان شاء الله الكويت <applause> علي اثر الحركه النقديه حضرتك يعني شيء بشيء يذكر حقيقه دائما الفنان يحتاج الى تطوير يحتاج الى اعاده نظر في اذا جاز لي التعبير بعض من نقاط ضعفه مثلا في مجال العطاء الفني هل تعتقد بان الحركه النقديه استطاعت ان تطور من الفنان طبعا اكيد اي في 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 نقد يعني جارع وفي نقد بناء يعني مم. احنا ندور النقد للبناء يعني بعدين احنا مثلا في الكويت الناقد كويتي يعني قاعد ينقدنا لما نطلع في الخليج في ندوه من كل الخليج يون ينقدون العمل فانت تستفيد آه وايد من 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 النقاد يعني لان الندوه الفكرية هذه أو النقدية بعد العمل ممكن أنت تستفيد من أخطاء أنت كنت مسويها في المسرحية تتحاشاها إذا إن شاء الله تصير في الإعادة إذا اقتنع طبعاً في النقد وأغلب النقد يكون هو مفيد للعمل يعني نعم. إيه لتطوير العمل للأفضل نعم. أشرت فنان أنه مسك الختام بتكون الكويت. إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله. الحركة المسرحية الله. في الكويت وكونك أيضاً مدير مسرح الكويتي حقيقة. نعم. أين وصلت الآن؟ وإذا ما قارناها ما بين الحركة المسرحية قديماً وحديثاً، وأيضاً ما قارناها بالوطن العربي، أين تصنف الآن؟ والله الحركة المسرحية الكويتية بخير و... ونشاط مستمر طول السنة يعني في الأول كان في المواسم لكن الحين في نشاط مسرحي الموسم كله وخصوصا الحين في أعياد الكويت لهلا فبراير في عروض مسرحية جديدة نزلت في الأول ما كان جديد الحين تقريبا ثلاثة أو أربع مسرحيات شقالة في, في, في الساحة الكويتية مسرحيات جماهيرية وطبعا في المهرجان المسرحي المحلي اللي تو خلصناه وان شاء الله في مهرجان بشهر ثلاثه مهرجان المسرح الشباب شقالين وكان في المسرح الشباب العربي طبعا في في الكويت مثل ما تقولين انه لان وجود المعهد فيها معهد الفنون المسرحيه كجهه اكاديميه قاعد تطلع جيل وايد ما شاء الله مبدع مبدع وقاعد يغذي الساحه، المعهد هذا قاعد ي... في السابق كان يغذي الساحه الخليجيه كلها، لكن الحين يعني مثل ما تقولين ما قاموا يدزون بعثات للكويت قلوا يعني. نعم. بس انت لو تلاحظين اغلب المخرجين في المهرجان الخليجي تلقينهم من خريجين المعهد يعني نعم. سواء انور عبد الله او, أو الع... يعني مجموعه صحيح. يعني اي اي فكلهم خريجين معهد الكويت المسرحي صحيح على اثر الشباب الشيء بالشيء يذكر حقيقه وحضرتك يمكن اشرت في سياق حديثك بانه هناك حركه ابداعيه شبابيه مسرحيه ايضا تغذي المسرح الكويتي اذا اذا ما طلبت من حضرتك نظره نقديه آه ونظره نقديه محايده نعم. للحركه آه المسرحيه الشبابيه الان في آه الكويت آه كيف كي تراها يعني احنا الـ الـ السنه مم. اللي فاتت كان في مهرجان الشباب العربي كان في الكويت نعم. الكويت حصلت على سبع جوائز في مسرحيه صالحه من ضمنهم افضل عرض مسرحي للفنان الشاب المبدع احمد العوضي مم. مع مجموعه من فنانين الشباب يعني مثل ما تقولين اكتسحوا الساحه مو الخليجيه العربيه من الجواز وعملهم كان يعني فوق الرائع يعني نعم. واحنا العام شاركنا في مهرجان الاردن العربي في مسرحيه شبابيه للفنان المبدع عبد الله تركماني وحصلنا على افضل عرض عربي وتونا شاركنا في نفس المسرحية في في مهرجان الدن في سلطنة عمان في مسقط حصلنا على أفضل عرض مسرحي مصاحبة بخمس جوائز فردية يعني ما شاء الله. الحمد لله يعني الأعمال اللي قاعد تقدم بالكويت شبابيا كانت أو محترفين كلها أعمال متميزة يعني كلها أعمال متعوب عليها يعني مو يعني في الأول كانوا يسلقون لكن الحين ما في مجال لأنه الدول الخارجية صارت قويه يعني نعم. فلازم انت تي بقوه والمحك هو الابداع طبعا نعم طبعا اكيد يعني اكيد اذا لم يبدع أكيد. فهذا الشاب يعني قد يخسر آه ذاك المسار المهني الذي طبعًا اختارك يعني ان يصبح فنان يمكن آه ايضا آه استاذي الكريم آه وهنا يعني قد آه نحتاج ايضا الى ان نكون آه منصفين آه اذا هذه الحركه المسرحيه كما تفضلت هي بخير وهناك جوائز كما تفضلت وهناك حراك يعني هناك حراك مسرحي نعم. اذا لماذا البعض لا زال يقول بان هناك تحديات هناك صعوبات هناك عراقيل هناك ثغرات يعني دائما ما نسمع المسرحيين بصفه عامه ان هم لديهم حقيقه بعض الهموم اذا جاز للتعبير والله تبين الصراحة أيوة الصراحة هذه <applause> الهموم والصراعات تصير بين الفنانين نفسها نفسهم لكن الجمهور والمسؤولين وهذا نحصل كل الدعم وكل التشجيع يعني احنا نيو ومعنا المسؤول سابقنا في الطياره يجي ايش تبون ايش ناقصكم شنو يعني اللي تامرون فيه يعني يعني احنا لما شاركنا في الجزائر كانت عندنا مشكله مع المجلس الوطني اقسم بالله ان وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود اوجه له تحيه، يعني للبيت احنا واجب يعني مسافرين يوم الجمعه، يوم الخميس نهايه الدوام يعني للبيت قال لي امورك راح تمشي كلها، ووقف معاي طبعا هناك دعم من... هناك دعم وتجي... يعني وزير لما يجيك البيت هذا شنو؟ يعني هذا اكيد طبعا احنا ناشدناه مره ومرتين لكن ما هدنا، ما قال خلهم يروحون، لا في دعم وفي تشجيع وفي اهتمام، اذا ما صارت ال... 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 يعني المهرجانات المسرحيه هذه اول ما كان في مهرجانات مسرحيه صحيح المهرجانات المسرحيه فيها دعم سواء في الشارجه سواء في, في في الكويت سواء في البحرين البحرين عندهم مهرجانين يعني يعني المهرجانات هذه تقوي الساحه الفنيه سواء في الكويت او في الخليج على اثر البحرين مملكه البحرين يمكن هنا يعني نعم. لا, ي... لا اريد ان يفوتنا ان, أن نتقدم بالعزاء حقيقه إينا. الى مملكه البحرين بفقدان الفنان ابراهيم البحر الذي وفته المنيه اليوم حقيقه الله يرحمه كان من اهم الفنانين ايضا نعم. في الساحه الفنيه نعم نعم طيب نعود مره اخرى الى اهم اعمالك حقيقه يمكن هذا هنا الجمهور والمتابعين اللي يتابعونا الان ويعرفونك ويعرفون اعمالك طبعا واعمالك مهمه سواء كانت المسلسلات او سواء المسرحيات طبعا عندك اعمال كثيره يعني منها البيت نعم. المسكون قرقعان <applause> قصر الرعب هذا بالنسبه للمسلسلات نعم. لا المسرحيات إيه. وعندك زارع المشموم نعم زارع المشموم بلشت بلشتي و... بالضبط الضي نعم. الابيض و... ما شاء الله قائمه طويله الله. جدا ما شاء الله <applause> تبارك الرحمن آه، الان ماذا لديك من جديد والله انا ولا شك فقط اكتفيت برئاسه لا المسرح لا 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 نعم لا يعني عمر يعني الفنان عمر الاداره ما تتلهي عن فنه بالضبط اي يعني حتى في الاداره في فن يعني احنا انا ماسك مو اداره مثلا مكان مو في مجال تخصصي لا مم في ناس يمسكون اداره مو مجال تخصصهم لكن انا مجال تخصصي اداره مسرح الكويتي يعني فن كله فن حياتي كلها فن، انا قضيتها بالمسرح وكنت انام في المسرح ودائما اقول المسرح بيتي الاول، يعني نعم. انام فيه واقوم فيه وحياتي كلها مسرح يعني. فالتلفزيون اخذني فتره من المسرح لكن المسرح يرد يجذب يجذب يعني نعم. المسرح تبي الجمهور والتفاعل مع الجمهور وفي اشياء داخلنا احنا بنطلعها من خلال المسرح. يعني المسرح النوعي مو يعني الجماهير يختلف نعم. مسرح النوعي فالان انا يعني قاعد اصور حتى امس سيده من المطار على طول على الافتتاح يعني نعم. قاعد اصور مسلسل حق الام بي سي اسمه مساله وقت مه. تاليف الاستاذ مبارك الفضلي واخراج شيخ المخرجين غافل فاضل ان شاء الله على تلفزيون الام بي سي دراما طبعا قناه الام بي سي الاولى لنا من الممثلين؟ ماستر ممثلين مجموعه كبيره من لبنان ومن الكويت مجموعه مشترك العمل مشترك, مشترك, مشترك بين الكويت وبين لبنان مساله وقت مساله ما بتقول لنا طبعا الاحداث ما نحرق <applause> اغنيه لا تابعوا المسلسل الاحداث <applause> نتابع المسلسل إيه؟ في رمضان القادم ان شاء الله ان شاء الله, الله رمضان القادم مسلسل مساله وقت على الام بي سي ان شاء الله نعم طيب الله أه بالعوده مره اخرى حقيقه أستاذي أه كريم الى أه المهرجان مهرجان الشارقه لي المسرح الخليجي وهنا نريد ان ننوه بانه المهرجان هو في دورته الثالثه يعني حينما اطلق صاحب السمو هذه أسأل المبادره الله يطول عمره ويحفظه يا ربي. امين امين نعم حينما اطلق صاحب السمو هذه المبادره حقيقه اثجت صدوركم نعم آه جميعا آه انتم كفنانين حقيقه وانا لا اريد يعني آه انا لا اقصد ان تتكلم بالنيابه عن الفنانين ولكن في نهايه الامر انتم يعني تعيشون نفس الاحساس انتم كفنانين الى اي مدى هكذا مبادره اثرت فيكم او استفدتم منها او استثمرتموها لصالح الفن الخليجي قبل ست الحين المهرجان هذا مهرجان الثالث مهرجان المسرح الثالث نعم الشارجه الثالث م. كل سنتين يقام هذا المهرجان اذا المهرجان كم سنه صار له ثلاث سنين لا لا سنتين يعني ستة ست سنين ست سنين نعم شنو كان الوضع في الوطن العربي من قبل ست سنين؟ كانت أزمات صحيح أنت لما تنشئ مهرجان في هذا ال في هذه الأزمات في هذه الثورات في هذه البلاوي التي اللي مم اللي صارت في الوطن العربي تنشئ مهرجان خليجي بهذا المستوى بهذا الدعم بهذا ال يعني ترى في دعم قوي حق الفرق المسرحيه المشاركه نعم يعني في دعم بالجوائز في د... هذا يعني في ظل المتغيرات في التغيرات اللي صارت نعم. سواء كان دل... سياسيه اقتصاديه او غيره كلها نعم نعم لما تنشئ مهرجان مثل مثل مهرجان خليجي وبعدها تنشئ ثنائيات بعدها تنشئ يعني هذا ايمان يعني الله الله يحفظه ويطول عمره الدكتور سلطان القاسمي عسى الله يخليه ايمانه بالمسرح وايمانه بالمسرحيين وثقته في 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 الحركه المسرحيه الخليجيه وحبه لهذه الحركه ولا منو منو صوب المسرح؟ الحين ما في ترى حد جاي يعني وعاد الشيخ عسى الله يطول عمره يعني صار هو الاب الروحي لا. للفنان العربي يعني في, في المغرب في تونس في الجزائر في مصر في كل الدول العربيه. فصعب انك تنشئ مهرجان في ها في هذه الفتره والحمد لله هذا الثالث وكل سنه في نفس الموعد في نفس واقوى من السنه اللي, اللي طافت. نعم المعهد في الكويت طلع كاتب من 73 للحين طلع كاتب واحد يكتب. المهرجان مهرجان الشارجه طلع يمكن سبع او كتاب مرعي اسماعيل يعني في وايد كتاب صالح نعم. عبد الله صالح في كم يعني المهرجان اقوى من معهد اكاديمي صحيح عرفت هو عملي عمل تدريبي تدريبي صحيح اقوى من شوف كم نعم. كاتب ما شاء الله اماراتي طلع من خلال الفتره هذه اللي المعهد من 73 للحين يعني حول 40 سنه المهرجان يعني من الثمانينات التس... او التسعينات اقوى من معهد اكاديمي يدرس فن الكتابه في المعهد نعم كاتب واحد شوف كم ممثل طلع كم مهندس ديكور كم مخرج وايد طلع لكن ككتاب كاتب واحد ترى ودعم الشيخ للكتابه لل المسرحيه وللتاليف المسرحي يعني هو اللي انشا هذا الكم من الفنانين الحين يمكن يمكن اسماعيل عبد الله معروف على مستوى الوطن طبعًا العربي ككاتب طبعًا كك... يعني آه كتاباته يعني بصراحه صعبة, صعبه صعبه حيل يعني مو مو اي مو اي شيء يعني تحس ان كل جمله كل كلمه فيها معنى صحيح عرفتي صحيح فهذا هو المكسب الـ 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 يعني للفنان من المهرجان من المهرجان يعني من المهرجان نعم. خشبة المسرح أنا لا أريد أن أسأل ذاك السؤال الذي أقول هل ما زالت تجذب الكتاب وكذا لا هي تجذب هي لا شك تجذب تخرعني الحين أن... لما قلتي خشبة المسرح أنا أخاف من المسرح لا زلت لا زلت تشعر بالرهبة أوه أوه يخرع شيء مو طبيعي يعني همهمة الجمهور وقبل لا تفتح الستارة هذا شيء مرعب مع كل هالسنين والخبرة 40 سنة بما 39 سنة شاء الله سنة بس شيء يخرع شيء كلنا كلنا ماكو ممثل يقول لا والله انا ما اخاف بالعكس الكل حقيقة خشبة المسرح أه ويمكن هذا سؤالي يمكن أه الختامي أه استاذي الكريم أه هل ما زالت أه يعني تجذب أه المبدعين الفنانين ام اخذتكم السينما واخذتكم الدراما حقيقه المسلسلات عن خشبه المسرح، لماذا ذهبتم هناك وتركتم المسرح وحيدا في بعض الاحيان؟ اي صح الدراما هو هو ظهور المحطات الفضائيه في الفتره الاخيره هذه المحطات كم كم ويبون تغطيه حق برامجهم لان التلفزيون غول غير عن المسرح تلفزيون نقول لأن 24 ساعة ويبي برامج يبي مسلسلات صحيح. يبي إيه وإحنا عددنا شوية فأخذ وايد ممثلين هذه الفضائيات أخذت الأسف. ممثلين نعم. نعم. عن المسرح عن المسرح إيه وحيدة إيه يعني يعني إحنا الحين قاعد نحس بخطورة المهرجان هذا لأن كل ما رمضان يقرب فالوقت هذا وقت ذروة نعم روك ذروه حق التصوير فاغلب الفنانين تلقي يوم يومين ويعتذر مم. ما يقدر لان انا الحين يعني اقول لك بس ارجع ثاني يوم على طول ادش تصوير يعني نعم. في الاول كان رمضان اقول رمضان شهر تسعة كنا هالفتره هذه مرتاحين صحيح. مرتاحين بس <applause> كل ما يجرب يقرب صحيح. كل ما تصير وقت هذا وقت الذروه يعني هو باجي شهر ونص على رمضان فانت لازم تخلص وتسلم الاعمال نعم. فعلا التلفزيون المحطات اللي طلعت هذه الفضائيه هي اللي اخذت الفنان الخليجي من, من خشبه المسرح ان شاء الله انه خشبه مسرح لا تظل وحيده ان شاء الله وتعود مره اخرى خشبه مسرح ويكون هناك اليه حقيقه اليه ان تكون هناك اعمال بضخامة الاعمال الدراميه لكن تكون مسرحيه إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله. أنا جدا سعدت بحضرتك أستاذ الفنان أحمد سلمان شكرا جزيلا لك من دولة الكويت رئيس مسرح الكويتي وإن شاء الله أتمنى لك طيب الإقامة معنا في إمارة الشارقة الله يخليك شكرا على الاستضافة إذا مشاهدينا الكرام مستمرين وحضراتكم والآن أنتقل وحضراتكم إلى الزميلة شاهد مهند والتي سوف توفينا بأهم الأحداث لديها في أروقة المسرح إليك شاهد حياكم الله مشاهدينا وعوده لكم من مهرجان الشارقه للمسرح الخليجي في اماره الشارقه في دورته الثانيه طبعا والذي ياتي بتنظيم من دائره الثقافه بحكومه الشارقه مشكوره على هذه الجهود التي تبذلها في تنظيم مثل هذه الاحداث والتظاهر المسرحيه الكبيره ايضا انتهينا للتو او بعد قبل قليل من العرض المسرحي الثاني المشارك من المملكة العربية السعودية وهو مسرحية حبوس فرقة الوطن المسرحية الذي يأتي بتأليف من صالح بن علي آل زمانان وإخراج نوح الجمعان طبعا أيضا من عرض العروض المسرحية اللي كان فيها حضور كبير وفي ظل لقاءاتنا اللي بنجريها اليوم إن شاء الله في قصر الثقافة معنا الممثل العماني عصام الزجالي حياك الله ويانا استاذ يا مرحبا وسهلا حياكم الله منور المكان ونتمنى انك تكون وجدت المنصه اللي تحضن المسرحيين هنا في اماره الشارقه النور نور أصحاب طال عمرش واماره الشارقه امانه ممثله في دائره الثقافه مشكوره دائما في السعي والحث على ابراز هذه الانشطه المسرحيه بمختلف انواعها، تارة تراها ايام للشارقه المسرحيه، تارة المهرجان الخليجي واخرى الصحراوي وما الى ذلك، فهذا الاهتمام الكبير، الاهتمام الجميل في لم الشمل الخليجي بشكل عام والعربي، يعني انا مستغرب من كل هذه الطاقات الهائله اللي موجوده حقيقة. بالضبط في اماره الشارقه يعني مثل ما ذكرت حضرتك ان نحن نملك العديد من منصات التي تهتم بالمسرح والمسرحيين في ظل سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم اماره الشارقه وراعي الحركه الثقافيه في الاماره كل هذه الجهود تصب في مصلحه الفن والثقافه بتكلم معك حول تاثير مثل هذه المهرجانات اللي موجوده على عليكم انتم كفنانين كمؤلفين كمخرجين على المساحه المسرحيه تحديدا شو تاثيرها يا ترى يعني وجود هذه المهرجانات التي تهتم بالمسرح والله بدايه خلينا نتكلم عن التجمع التجمع والاحتكاك بعمالقه الفنانين الموجودين سواء كانوا ضيوف او ممثلين او مخرجين او في اي زاويه من زوايا المسرح نحن الاحتكاك هذا يفيدنا في تطوير الجوانب الادراكيه والثقافيه عندنا المسرح روح ناهيش طبعا عن حضور العروض الجميله اللي نستمتع فيها فهنا راحه للروح ايضا التجمع هذا فعلا يكسبنا اول شيء الثقه في النفس في اننا نحن نشاهد مراحل التطور من مهرجان لاخر معنى ذلك انه فعلا اتت بثمارها وتطورت الحركه المسرحيه عندنا سواء على مستوى الخليج او الوطن العربي. لذلك احتكاك مثل هذا مهم ومهم جدا ومثل ما تفضلتي يعني صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي ترى هذا الانسان ثروه ثروه للثقافه وهو ككاتب واديب ومؤلف بصراحه يعطيه الف صحه وعافيه على هذه الطاقه الهائله اللي يبثها وتشتعل بها الشارقه ثقافيا اكيد الله يحفظه ويطول بعمره ان شاء الله رجل مسرحي بمعنى الكلمه يهتم بالفن والثقافه وداعم دائما للفنون بشتى اشكالها. نتكلم عن عرض امس المشارك من سلطنه عمان اللي هو مسرحيه مدق الحنه اللي كانت من تقديم مسرح مزون من سلطنه عمان وتاليف عباس الحايك واخراج يوسف البلوشي، نتكلم عن هذا العرض اكيد انت حضرته يوم امس. آه انا حضرت يوم امس وبكون صريح معاش آه لم احضر اي بروبات ولكن آه تعمدت اني احضر العرض مباشره ويكونوا جاهزين فيه آه توقعت عرض اقل من المستوى اللي شفته صراحه انبهرت آه مسرحيه مدق الحنه آه فاجانا المخرج آه يوسف البلوشي بالسينوغرافيا الجميله بفنانين آه لهم حجم ووزن على خشبه المسرح بامانه آه لاحظنا في كان في مشكله في الصوت ولكن صوتهم الجهوري تدارك هذا الخطا تخيلي يعني لما ممثل يتدارك الخطا بامكانياته الهائله والسينوغرافيا كانت آه مبهره القصه بشكل عام كان فيها آه تشويق واثاره فاحنا استمتعنا بكل ما حدث بامانه آه كان تدشين قوي جدا ويبث نوع من التحدي للعروض الاخرى ومثل ما شاهدنا اليوم العرض السعودي ايضا وان شاء الله سنرى العروض القادمه باذن الله تعالى انا كان ودي ادخل في تفاصيل اعمالك الجديده ولكن الوقت يداهمنا من استوديو مهرجان الشارقه للمسرح الخليجي في دورته الثالثه الممثل العماني عصام الزجالي شكرا على تواجدك وعلى هذا الحديث الشيق اللي اجريناه معك شكرا شكرا لكم انتم لهذه الفرصه الطيبه شكرا جزيلا يعطيك العافيه <applause> اذا مشاهدينا هذه كانت نقلتنا من مهرجان الشارقه للمسرح الخليجي في ثاني ايامه في دورته الثانيه طبعا والان عوده الى الاستوديو واليكم شكرا شهد وان شاء الله بنتواصل معك ايضا بعد قليل على اثر ما تفضل فيه ضيفك شهد بالنسبه لمسرحيه مدق الحناء آه سوف آه نعرض تقرير عنها لكن اريد ان انوه بانه هذه المسرحيه شاركت آه في آه سلطنه عمان بمسرح بمسرحيه مدق الحناء وهي من تاليف عباس الحايك المخرج يوسف البلوشي وتقديم فرقه مسرح مزون العمانيه. كان كانت المسرحيه هي عرض الافتتاح الاول في مهرجان الشارقه للمسرح الخليجي بالامس تفاصيل العرض نعرضه على حضراتكم وبعدها نتواصل. مدق الحناء هو اولى العروض المسرحيه المشاركه في النسخه الثالثه لمهرجان الشارقه للمسرح الخليجي الذي انطلقت فعالياته مساء الامس في مسرح قصر الثقافه بالشارقه بتنظيم من اداره المسرح بدائره الثقافه بحكومه الشارقه وذلك في الفترة من الرابع عشر وحتى التاسع عشر من فبراير الجاري والعرض المسرحي لفرقة مسرح مزون من سلطنة عمان وبطولة كوكبة من نجوم المسرح العماني والعربي ومن تأليف الكاتب المسرحي السعودي عباس الحايك وسنوغرافيا وإخراج يوسف البلوشي لن, أبناء مدينتي لن أقبل يموت أحد منهم قتلاً طبعا هو دوري دور شخص يطمع في الوجاهه لكن هذا الشخص يعني فيه نوع من او فيه من الروح الطيبه فيه من الروح الانسانيه لكن كان يطمع من الوجاهه فالرساله هي انه حاول يبيع وطنه، حاول يبيع امه، حاول يبيع اهله لكن بانت النتيجه في الاخير لما قتل صديقه يعني بانت النتيجه انه من يبيع وطنه، من يبيع روحه، من يبيع اهله نتيجته في النهايه هي الموت او الخساره مثل ما وضحت في المسرحيه. دوري هو شخصيه صخر المحارب اللي يريد التغيير دائما الذي لم يصمد او لم يتماشى مع الرسلان اللي هو جاء وسطى على المدينه واخذ كل شيء واخذ السفينه اللي هم معلقين امالهم فيها فهذا شخصيه صخر شخصيه محاربه وضد يعني تريد تغير. ولكن للاسف يعني لما كان يحاول تغيير تم قتله وبعدها انقلبت المسرحيه الى ندم الى ان انتهى رسلان رابحت مدينه انت وجيهها انا من يعرفك يا هجرس طبعا دوري في هذه المسرحيه ام الهجرس بائعه الحنه طبعا المراه اللي تنشر السعاده وال يعني تصنع الحنه لاهالي القريه وتعرفي يعني عنوان الحنة الحنة معناه الخضرة والخير والبركة عملية سيرة بخطوط يعني ما في بطل أو حد في القصة هي مجرد كلها خطوط واخر شيء تتلاقى في مدق الحنة مدق وام الخير منظومة سمعية بصرية ابهرت الحضور بتناغمية عناصرها الفنية وتشابكية توظيفها للموروث الشعبي العماني الاصيل ومحاولة استحضارها لروح التراجيديا والمأساة حيث تدور الاحداث في مدينة تتعرض للاختطاف والعبودية لتبدأ رحلتها للخلاص ون. للحريه طبعا العرض العماني مدق الحناء آآ آآ لعب على الفلكلور وطبعا كان في ممثلين جميلين عزيز خيون والشباب اللي ابدعوا الليله في, ال في العرض يمكن كان بالنسبه لي انا على الاقل البطل ال 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 الاكثر والاوحد هي السنغرافية والاضاءه في هذا العرض طبعا ما شاء الله لا اله الا الله العرض العماني كان امانة يعني كان من روعة آه في سينغرافيا في ابداع في اخراج آه في مجاميع تحريك المجاميع او هذا من اصعب الاعمال اللي تحرك المجاميع ففي تنسيق في آه في فرجة مسرحية لاحظنا في العمل الموسيقى اللايف العرض المسرحي مدق الحناء بداية قوية للتنافسية حيث يضم المهرجان مشاركات خمسه فرق خليجيه تسعى لتقديم افضل ابداعاتها المسرحيه والتميز والفوز وحصد الجوائز المختلفه لمهرجان الشارقه للمسرح الخليجي التظاهره المسرحيه الابرز في دول مجلس التعاون الخليجي وجسر التواصل الممتد بين المسرحيين الخليجيين اذا مشاهدينا الكرام للحديث اكثر عن تفاصيل مسرحيه مدق الحناء وطبعا هذه المسرحيه التي لاقت اعجاب واستحسان الكثير من من حضرها بالامس يسعدني ان اناقش تفاصيل العرض مع مخرج المسرحيه العماني يوسف البلوشي اهلا وسهلا بك شكرا جزيلا واهلا وسهلا بكم ايضا وشكرا على استضافتكم لي وللتحدث عن هذا العرض الجميل وقبل الحديث عن هذا العرض اتقدم بالتعازي لي الفنان الكبير والاخ وصديق رحمه الله عليه الاستاذ ابراهيم بحر ايضا التقينا في بعض الاعمال مع بعض رحمه م. الله عليه وتعازينا لاهله ولكل الفنانين في البحرين نعم أه الجميع حقيقه اشاد بالعرض الجميل كما وصفته جميل هو هو يعني بعيدا عن وصفك هو جميل حقيقة يعني الجميع أبهر ما قصة مدق الحنا جميل أولا شخصيا ربما من المخرجين الذين كنت أتمنى في الكثير من السنوات الماضية لي نشاط مسرحي في سلطنة عمان ولكنه لم احظى في يوم في ان اكون في مهرجان الشارق الخليجي او في مهرجانات المسرح في الخليج. أه كنت دائما اتي الى المهرجانات في الخليج بالذات المهرجان الخاص بالفرق المسرحيه الاهليه اللي توقف حاليا طبعا لظروف. أه كنت يعني لابد ان اكون معهم كمتعاونا سواء في الاضاءه في السينوغرافيا في في اي حاله من الاحوال. أه كنت في يوم اتمنى ان ان أن أكون في هذا المهرجان بالذات لأنه عندما نقول مهرجان الشارقة المسرح الخليجي فهو قمة المسرح في الوطن العربي حقيقة والشارقة هي أم الثقافة والفن والمسرح في 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 الوطن العربي عندما أقف على الشارقة فكنت محظوظا عندما تم اختيار هذا العرض رغم أنه كان هناك صراع كبير بيني وبين النص كيف أحول هذا النص في بداية الأمر كان هذا النص بعنوان آخر هو أم الخير حاولت أن أحول هذا العرض ربما الأستاذ الفنان القدير الكاتب الجميل والقدير الأستاذ عباس الحيك كتب نص يعني كان في مشهدية في العرض يعني لغته كانت قريبة للسينما أنا أخذت اللغة هذه اللغة السينمائية ولكن أن أختزل هذا العرض نوعا ما وأن أغير العنوان وأن أخذ ثيمة شعبية لهذا العرض كنت أبحث في ثنايا هذا النص أنه هنالك الأم من هي هذه الأم؟ أبحثت وقرأت كثيرا النص أكثر من مرة وطب مع الكاتب فوجدت أن أعطي لهذه الأم يعني صفة هي صفة بائعة الحناء المدق والحناء نحن نقول الحنة دائما للفرح صحيح. ولكن بالمقابل هنالك راسلان الذي هو من اراد ان يحد الحريه، اراد ان يحد الخير في 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 القريه او في المدينه أه الحمد لله جاءت المشاركه أه عندما تم اختيار العرض وانا دائما انظر للشارقه نظره أه ليست أه يعني فقط مجرد عرض لا يجب ان يكون لك عرض بمعنى عرض عرض يقدم بكل ما تحتويه الصوره المسرحيه العناصر عناصر العرض المسرحي وسعيد جدا ليله البارحه كنت سعيد جدا انه قدمت العرض ربما كان هناك نوع من التخوف من التردد كيف يتقبل الجمهور هذا العرض كيف يصل الى المتلقي ولكن ولله الحمد وبتوفيق من الله انه كان هناك يعني رعا. سوف نتحدث عن العناصر الإخراجية حقيقة التي شدت انتباه الجمهور حقيقة السينوغرافيا الديكور الإضاءة هذه كلها سوف نأتي إليها بعد قليل لكن قبل ذلك محتوى أو فكرة العرض الذي أراد والرسالة التي أراد أن يوصلها الكاتب حقيقة هي تتحدث عن صراعات مستمرة في مدينة يسيطر عليها وجيه ويسيطر عليها يعني احدهم من المسيطرين ما الهدف آآ السامي آآ والعميق اللي اراد الكاتب ان يوصله للمتلقي؟ نعم ربما الكاتب في رساله من خلال طيات هذا النص حاولت ربما انا يعني ان احول الرساله اصبحت رسالتين الرساله الاولى ربما الكاتب اراد ان يوصل الحريه كلنا نتوق للحريه الرسالة الذي اخذ السياده واراد ان ان ياتي بالغرباء وان ان 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 يحتل او ان يسيطر على الاهالي باماني مختلفه، ولكن هذه الاماني لن تطول لانها ليست في المسار الصحيح او ربما هي اطماع، ونهايه الطبع دائما هي معروفه، بالمقابل عملت أنا شخصيه اخرى اللي هي الام اللي هي الخير، الخير دائما يعني الصراع رمز الخير الخير يعني. نعم، هي رمز الخير اتوقع انه وصلنا في نهايه العرض الى انه آه يعني الرمزيه او الرساله في هذا العرض وصلت، يعني مهما آه الانسان آه يعني يحاول ان يقلل من شان وطنه، من شان بلده، لابد انه خير هذا البلد، هذا الوطن موجود فيه. آه عندما نأتي للشخصيه الاخرى، شخصيه آه الهجرس هو الشخص الذي الذي حاول ان يمشي في خط الفساد مع الاخر ولكنه في نهايه الامر ندب ندما, ندما شديدا انه هذه مدينتي هذه بلدي هذا هذا وطني. وطني لابد لابد ان 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 يعني خير هذا الوطن باقي فيك سواء انت على على الارض أم تحت الأرض يبقى إنه الوطن له خير يعني نعم. فهذا ربما نحاول نصل بالرسالة بهذا. طيب بالنسبة للسينيغرافيا <applause> عناصر العرض المسرحي حقيقة التي يمكن أحدهم قال قبل قليل إنه كان العرض ممتع وكان فيه فرجة يعني من يتفرج على العرض يستمتع. ويمكن حقيقة يمكن هذا ما ينقص بعض العروض المسرحية وما يجعلها ضعيفة ولكن توفرت الحمد لله لديكم بالأمس حدثنا عن عن كيفية استغلالك هذا الفضاء كيف استطعت أن توظف كل هذه العناصر المسرحية من أجل ترجمة الفيلم أولاً أنا في البداية هو بدايتي كانت بال انا فنها تشكيلي في البدايه يعني ف دائما الصوره البصريه كثير تاخذني ايضا ميولي للسينما بشكل كبير فانا دائما السينوغرافيا اعتبرها هي الصوره المشهديه او سينوغرافيا بمعنى السينما والصوره الصوره السينمائيه في اغلب الاوقات احاول ان اثث هذه الخشبه او الصوره في العرض انها تكون بها جماليه سواء كانت حركيه او او او, أو, أو, أو بصريه او ايضا سمعيه يعني من خلال البروفات حاولت ان نولف هذه العناصر المهمه نعم. من خلال الديكور من خلال الصوت ايضا من خلال مزج الالوان على الحالات اللي موجوده في العرض المسرحي فانا ربما يعني ربما اتهم احيانا بانه السنوغرافيا هي في داخلي اكثر من لا جميلة الاخراج جميلة ان توظف في المسرح بالضبط, بالضبط. لانه مم. لانه الان المسرح هي صوره، مسرح مم. اصبح ابهار ان كانت الكلمه لا تشدني فالصوره تشدني وان كانت الصوره ربما نوعا ما او الممثل الحركه في الممثل او هنالك بعض الاشياء ربما الان انت تحاول انه تلمعها بالصوره الجميله بالاضاءه بالديكور بمسمع غنائي بمسمع موسيقي تحاول ان تلمع هذا العرض بهذا الشكل حاولت من خلال العرض هذا ان ابذل كل جهدي في انه اقدم ليس فقط عرض وموضوع الفكره فكره النص لا انما اقدم فرجه بصريه جميله يستمتع فيه الجمهور رغم اغتزال الكثير من المشاهد في هذا النص لكن ايضا ثبت على عناصر معينه يعني مثل المدق او او الهاون كما يتلقى نعم. عليه وايضا السفينه الى ما ترمز استمراريه ثبات هذه العناصر بالنسبه للسفينه السفينه كان هو رمز الخير اهل المدينه ينتظروا الخير من خلال ان يتم اكتمال بناء هذه السفينه ويذهبون لجلب الرزق للخير يعني آمالهم كانت على هذه السفينة والسفينة كانت تتشكل من عبارة عن مجسم وهذا المجسم كان عبارة عن هيكل للسفينة أجزاء من الهيكل هو الأساس كيف نحاول أن, أن نبني الأساس لابد أنه لكل شيء يكون أساس ثابت فكانهم يحاولون أن يبنوا هذا الأساس أيضا بمحاولات آه رسلان هو الشخصية المسيطرة في أنه طلب الأهل أن يبنوا هذه السفينة ومن ثم يسيطر عليها المقصد طبعا هو الخير آه هل يذهب للغرباء أم لأهل البلد بالمقابل الحنة الحناء انا استخدمته كاداه هي اداه طبعا تراثيه شعبيه موجوده لا زالت تستخدم كيف فقط مش فقط للحناء حتى لل يعني يحط في الحناء يحط في الخبز اللي يصنع دقيق أشياء كثيره الحبوب والبذور وايضا من خلالها احيانا نطحن يعني عندما كان الطحن والمدق كان كان عباره عن طرق هذا الطرق كان يؤذي سمع الرسلان ربما هو طرق الحرية طرق للثورة طرق لأشياء كثيرة نعم البحث. يخرج نعم. من بداخله نعم. لاحظنا ايضا استاذ يوسف بان معظم الممثلين شباب هل هذا مقصود ان تدعمون الطاقه الشبابيه لديكم والله في المسرح؟ نعم والله, والله انا انا نعم يعني لدي كان مجموعه من الشباب المحترفين ثلاثه او اربع اشخاص والبقيه نعم هم من الفنانين الشباب الذين هم يعني اعضاء في الفرقه مسرح مزول وايضا استعنا بمجموعه من الشباب لي هي يعني هي بالنسبة لهم عمل وهي بالنسبة لهم ورشة عمل أيضا في حالة ما أنهم استمروا في الفرقة أنهم يكونوا آه يعني أساس آخر للفرقة أو, أو 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 ننشئ صف آخر جديد للفرقة وأتوقع أنه من خلال العرض هذا ومن خلال التاسيس ربما راح نخرج بصف اخر جديد للفرقه واستمراريه اخرى نعم. لانه طاقه شبابيه, يعني, شبابية ما شاء الله يعني مثل ما نشاهد الان على الهواء مباشره نعرض بعض ربما ربما هم ايضا مم. البعض منهم للمره الاولى على خشبه المسرح ايضا واغلبهم مم. ربما يعني ما شاء الله. ولكن كان هناك اشتغال كبير على, الـ على الـ البروفات على التمثيل بالبروفات على التمثيل نعم. وايضا على 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 تعويدهم على ما هو المسرح <applause> آه وايضا المسرح يعودنا الكثير من الاشياء الالتزام الالتزام ايضا الاحترام الوقت الاحترام الوقت ايضا احبوا هذه المجموعه احبت الفرقه واحبت المسرح وبالنسبه لهم جو اخر وانا كنت سعيد بالبارحة بعد العرض انهم يقولوا احنا راح نستمر معك <applause> بدون بدون طالما انه ربما في البدايه هنالك يعني بعض الاجور اللي ولكن قالوا ولا اجر احنا نستمر معك هل تحبنا نكون معك بالعكس انا سعيد بانهم حبوا العرض حبوا الفرقه حبوا التجربه هذه يعني. نعم المهم يعني جدا ايضا لوحظ مشاركه الفنان العراقي نعم. المعروف عزيز خيون حدثنا عن تجربه الفنان العراقي أه الاستاذ عزيز طبعا من طبعا شكري وتقديري لهذا الرجل الفنان فنان اصيل بالفعل هو في تجربه سابقه كان هذا الرجل متواجد لدينا في ورشه عمل للمسرح الفرقه وصادفت بانه يعني انه ان في هذا العرض كان هنالك ربما اعتذار منه في الفتره في فتره الفترات ومن ثم اتصل بنا انه يكون قلنا احنا يتشرف بانه يكون عضو في هذا العرض او ممثل في هذا العرض على اعتبار حاجه واحده الثقه اللي كسبوها الفريق لما كان معنا في ورشه العمل وايضا وجودك كممثل كبير وكممثل قدير جدا أن يكون على خشبة المسرح ربما أعطى هؤلاء الشباب الثقة نعم، إلى جانب فنانين الكبار الموجودين الأستاذ عبد الله مرعي وأيضا الأستاذ عبد الحكيم الصالحي وزينب البلوشي وأيضا آخرين فتواجده هو كان مهم أيضا يعني حبا منا نحن وتقديرا لهذا الرجل فكل الشكر والتقدير له على تواجده آه في الختام أريد أن آه أسألك عن الحراك المسرحية العمانية حقيقة أو الحركة المسرحية العمانية أين هي اليوم من خارطة الحركة المسرحية الخليجي والعربي؟ والله المسرح العماني خاصة في الفترة الماضية يعني هو هناك حراك مسرحي كبير جدا حراك يعني ربما الدعم ربما في عمان موجود ولكنه ليس بالحالة كما نشاهد في بعض الدول الأخرى الفرق المسرحية المحبة والعاشقة للمسرح والعاشقة لخشبة المسرح هي من تقدم المسرح يعني هنالك الان لدينا ثلاث مهرجانات مسرحيه لا تقيمها اي جهه انما هي الفرق الاهليه المسرحيه تقيمها هناك مسرح الرصاق يقيم مهرجان المسرح الكوميدي وايضا مسرح الدن يقيم مهرجان ايضا وايضا مسرح مازول كفرقه نحن نقيم مهرجان دولي لمسرح الطفل هي فقط ذاتيه تمويلها ذاتي وتمويلها ايضا اهلي ولكن بجهود وحب للمسرح يعني هذا الحراك انتج فرق مسرحيه عاليه وايضا قدمنا الان ممثلين على مستوى عالي بسبب هذا الحراك المسرحي. نعم. آه يعني مجموعه من الشباب تقف الان عندما في عمان في في, في المناسبات او في المواسم المسرحيه تجد حراك مسرحي غير طبيعي، الان عندنا مهرجان اخر تقيمه وزاره الشؤون الرياضيه بمسمى ابداعات شبابيه، هنالك وجوه جديده مسرحيه ما شاء الله. تحتاج الى 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 الى, إلى, إلى دعم واهتمام اكبر. كل التوفيق المخرج يوسف البلوشي، مخرج مسرحيه مدق الحناء. التي عرضت يوم الافتتاح بالأمس شكرا جزيلا لك إذا مشاهدينا الكرام آه وقفة أخرى مع الزميلة شاهد مهند وبنشوف ماذا لديها شاهد عودة لكم مشاهدينا من قصر الثقافة ومهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في دورة الثالثة وثاني أيام في هذه النقلة بنستضيف معنا الكاتب المسرحي السعودي الأستاذ فهد رداء الحارثي حياك الله ويانا مرحبا بك وسعيد جدا نلتقي بكم في الشارقة المشرقة دائما بكل معاني الجمال والحب والثقافة والفكر والأدب سلمك منور في الشارقة وهذا بيتك مش غريب عليكم هذا هذه دولتكم وهذا مكانكم طال عمرك بنتكلم بداية عن المهرجان مهرجان الشارقة المسرح الخليجي في هذه الدورة الثالثة منصة معنية بالمسرح الخليجي بالتحديد رأيك في وجود مثل هذا المهرجان أولا أحب أن يعني أتقدم بكل معاني الشكر والثناء والفضل لسلطان الثقافة والأدب والفكر لأن هذا المهرجان مهرجان منحه. منحه لكل المسرحيين في الخليج العربي، قدم لهم ما لم يقدم من قبل، مهرجان متميز للغايه في جانب مهم جدا ان هذا المهرجان ممول بالكامل ويعطي فرص الانتاج لانتاج اعمال افضل لتقديم وتطوير المسرح في الخليج العربي عبر هذا الدعم المالي الذي تقدمه هيئه الثقافه. ايضا بما يقدم من تجمع خليجي تجمع له الكثير من الامتيازات علينا كفنانين في محاوله الارتقاء بهذا المسرح سلطان الثقافه والادب قدم لنا باقات روحه بالفعل انا لا اتكلم الان عن تلك المنجزات العظيمه التي حققها على مستوى العالم العربي والمسرح العربي لكن اتكلم بخصوصيه ان هذا المهرجان الممول الذي يتيح فرصه للمسرح الخليجي ان يبدع ويقدم نفسه بصور شتى ومتنوعه واعتقد ان ليس هنالك عذر بعد هذا هذه المنحه العظيمه من هذا الرجل في ان نقدم مسرحنا الخليجي بصوره مختلفه ومتطوره انا لا لا ازال الى الان ادين بالفضل في الدوره الاولى والدورة الثانيه عندما شاركت باعمال فيها وما حصل في الدوره الاولى تحديدا انه لم يمول هذا العمل العرض هنا ولكن كان التمويل بنا نروح لسبعه أو ثمانية دول عربيه غير المدن السعوديه اللي تجولنا فيها بفضل هذا الدعم لهذا الرجل فله كل الشكر طبعا والتقدير. طبعا آه نتكلم عن العرض آه المسرحي آه اليوم في ثاني ايام المهرجان العرض المسرحي المشارك من آه المملكه العربيه السعوديه وهو آه مسرحيه حبوس آه رايك اكيد انت حضرت آه العرض المسرحي رايك في آه في جوده العرض او ما قدمه آه القائمين على هذا العمل. هو من الجمال في أي عرض مسرح أنه قابل للتأويل والتأويلات المختلفة وقابل أن نكون معه وضد وقابل أنه نفكر من جديد وقابل أيضا للتطوير وأنه يقدم نفسه بصورة جديدة عرض لكاتب متميز جدا في المملكة العربية السعودية الصديق صالح زمانان وأيضا مخرج متميز نوح الجمعان وطاقم شاب جميل قد أتفق في مناطق كثيرة مع العرض وقد أختلف أيضا في مناطق أخرى لكن هذه طبيعة المسرح المسرح فن التأويل، فن الاختلاف والاتفاق، فن أن نبحث في تفاصيلنا عن الشيء الجديد، المسرحية قدمت نفسها، أتصور وجود الجمهور واستيعابه لها أمر مهم، أمس رأينا عرض أيضا جميل، سنرى في الغد وبعد الغد وبعده الأجمل والأجمل إن شاء الله. الوقت يداهمنا في نهايه تغطيتنا للمهرجان للاسف الحديث شيق معك وكان لو بودي اطول معك في في الحديث طبعا كان معنا الكاتب المسرحي السعودي الاستاذ فهد رد الحارثي شكرا على هذا اللقاء الشيق شكرا لكم ودامت الشارقه مشرقه بفضل هذا القاسمي الرجل العظيم الذي قدم لنا فكرا وثقافه وادبا وعلما ومدينه مشرقه دائما شكرا شكرا جزيلا لك استاذ ايضا مشاهدينا قبل ما اختم احب اذكر آه بعرض آه العرض المسرحي المشارك ليوم غد وهي مسرحية نوح العين من فرقة مسرح أوال من مملكة البحرين وهو تأليف جمال الصقر وإخراج أنور أحمد بإذن الله في الساعة السابعة في قصر الثقافة ثالث أيام مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي نلقاكم إن شاء الله في تغطيات أخرى عودة شكرا, شكرا جزيلا لك يا شاد ونحن بدورنا أيضا وصلنا للختام وشكرا لهذه التغطية واللقاء غدا بإذن الله